أنا أعتقد أن العجز عن الاستيقاظ أنه حيلة شيطانية وداء من الوهن والخمول أقنعنا أنفسنا بها، والدليل على أنه ليس سبب صحيح أننا نستيقظ إذا أردنا أن نستيقظ. صح، لو عندك طيارة مستحيل تنام. أنا أقبل عذر أي إنسان أن يقول مصاب بالكسل لأنني لا أستيقظ، لا أستيقظ للطيارة ولا لاختبار الفيزياء والرياضيات، أنا ثقيل النوم، ولا للرحلة إذا كنا بنطلع رحلة ولا طالعين في استجمام. إذا كنت تنام عن هذه كلها المحبوبات وثقيل في كل أحوالك فلا حرج، حتى أن الصلاة يرفع التكليف عنك والقلم عنك حتى تستيقظ فتصلي. لكن المصيبة تجد أن بعضهم لو أراد أن يستيقظ لاستيقظ، يعني بعضنا في الدوام ما يستيقظ لكن للرحلات يستيقظ. ولذا نقول لهذا استعذ بالله واعقد القلب على أن تستيقظ. ثم بعضهم يقول يا شيخ تزاحم، إيش رأيك في التزاحم؟ نعم صحيح، تزاحم الأعمال. نعم. يقول أنا متزاحم. تلاحظ بعض الناس الآن يداوم ما شاء الله 16 ساعة عشان أعطوه أوفر تايم أو خارج الدوام وما عنده مانع يعطي أربعة. إذا أعطيته مال تحفز للعمل. صحيح، وأنا أقول يجب أن يعطى مال. نعم. لكن لما حفز ما شاء الله انطلق وعطانا 16 ساعة. لكن لو قيل له زد ساعة واحدة وأنت لا تأخذ عليها أجر، قال ما أقدر. لا أقدر. ثانيا ينبغي ترتيب الأولويات. إذا تزاحمت الأمور لديك حتى لا تكسل عنها جميعا رتبها. يا أخي الفريضة ليست كالنافلة. نعم. أنا أتمنى أن أستيقظ قبل الفجر ليصلي وترا. نعم. لكن إذا كان هذا الاستيقاظ بيؤثر على صلاة الفجر، لا، أنا أستيقظ الفجر ما أستيقظ له. نعم. وهكذا. صحيح. لابد أن نرتب الأولويات. نرتب الأولويات ثم بعد ذلك. والله يا أحبابي كما قال علماء النفس أو يدربون، يقول الإنسان لديه حاوية كثيرة يلقي فيها صخورا كثيرة فيظهر ظاهرها أنها ممتلئة، لكن لو تأتي برمل. صحيح. وتسكبه لدخل بين الصخور. صحيح. وتسكب رمل آخر ولا زال أين ظاهره ممتلئ لكن فيه ثقوب. صحيح. في أعمارنا ثقوب كثيرة وشقوق كثيرة نستطيع أن نلومها نسدها. طالب العلم الآن المتمكن. نعم. الذي حفظ البخاري ومسلم وحفظ القرآن قبل ذلك وجمع أطوال أهل العلم، يا أحبابي تظنون أن خرجته الجامعة والمدرسة؟ لا والله، إنما هي برامج أضافها على برامجه التعليمية. صح. فصنعت مجدا له علميا، لكن بعضنا يا شيخ يقتنع بأمور في الدين يدعي العجز في الدنيا. لا، لاحظوا هو يبحث عن الوظيفة عرق، لكن إذا وجد الوظيفة غاب تأخير ومحاضر وحياتها. نعم. الله يهدي قلبه.